السلامة مشو. على السلامة مرحبا. نشوفك هوني تتفنن في النقش عن نحاس. وي خدمتي هذيك. خدمتك هذية بديتها بغرام وإلا خدمة متوارثة الأب على الجد؟ أب على الجد. بالنسبة لي أنا بابا أنا صناعي من الصناعي الكبار. شفتها وأنا صغير بشوية هربت عليها شوية ومن بعد رجعت وحبيتها. وين هربت؟ هربت كي العباد الكل بسيط. هربت معناها مشيت خدمة أخرى ومن بعد غرامك رجع. فوالا خدمت الكل ومن بعد رجعت. توا ما عادش تشوفوها برشا الخدمة هذي، معناها ما عادش نتوارثوها بين الأجيال. لا ممكن تقبل ثم تاع الصناعة التقليدية في الدندان وكان يعلموا الصغار وكانت فهمت ولا توا ما عادش فما حد شيء من الثورة لتوا ما عادش الحكاية هذيا. والصغير باش يجي يتعلم بحذاك يقول لك باش تخلصني وما ما ينتبهش باش هو يتعلم حاجة ويخليها. لا يقول لك باش تخلصني معناتها هنا تقول أنت حكيت فارغة معناتها. اللي يحب الفلوس يخليها ويمشي. صنعة خاطر تقعد والفلوس تمشي. نحن تعلمناها مش على الفلوس، تعلمناها كيك حب الحاجة. بطبيعتك تحب الحاجة تجيب بطبيعتها الفلوس من بعد تجي. معناها ما عاد شكل محافظين على الصناعات التقليدية كما يلزم، عليها فما مهن قاعدة تندثر. شو بالنسبة للنحاس هو ما يندثرش خاطر مش عارف كيفاه، فيه سر مش معروف. الحق فيه سر مش معروف. ما ندرسش عليه خاطر ثم ناس تحبه والدومين نتاع كيما نقولها حتى في العائلات لازم تلقى واحد سنين يحبك الحاجه هذيك في الصناعه. تلقى الاخر مثلا شي تيكت والاخر نعرف شنو تلقى هو شاد الصلعه هذيك حبه ويحبها خاطر الخدمه راهو كي ما تحبهاش راك ما تخدمهاش وما تنجمش توصل فيها. تصبر عليها تحبها بتمرميد مش بتمرميد من بعد راهو كل شيء يجي الفلوس تجي من بعد مش باللول. حاس فيه سر انه نقعدوا ديما فما نقعدوا متوارثينه معناها عبر الاجيال. اي ويتجدد نحاس ما يقعدش هو بيدو. صحيح نحن طب بالنسبه لي نخدم في خدمه قديمه وما فيهاش معناتها برشا تجديد، ما فيهم برشا حاجات اخرين يتجدوا. النحاس توا كنت الماعون تاع النحاس والحكايه تاع النحاس والسريات وي 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 وي، مي هو كل واحد واختصاصه. وريت النحاس انا نقش على طبق الاخر يعمل سريه، الاخر يعمل الخمسه ونعشنو نتاع الحلو، الاخر يعمل براد، الاخر كل واحد اختصاص نتاعو. هذيك الحاجه الباهي فيه النحاس ما يتفرق وكل واحد شنو صنعته فيه. وفي النحاس في الطبقات ثم الرابوسي والسيزلي والبخيت والريش، معناتها حتى في الطبق ثم برشا وكل واحد اختصاصه. انا اختصاصي هذايا مثلا في الرابوسي نكتب لسامين زين نعمل حاجات نفرح الكليون. هو كل الكليون يبدا فرحان من عندي انا نبدا انا فرحان. شنو خصوصية المهنة هذه؟ شنو السر اللي فيها اللي يخليك ديما حتى كي تبعد ترجع لها؟ مش معروف السر، يعني السر تحب حب الشيء مع تحب الحاجة. ما فيه هو ستنار ولا خصوصية المهنة هو ستنار. تعرف لا إذا كنك ربطت في مخك صحيح معاش تسيبه صحيح حتى ما فيش فلوس. راه تشوف فيها من الفنانين ما عندهم مش فلوس ويعيش الفن مش آر كبير في برشا مليارات ولا جملة فيه ما تكفي روحك كفاية ذاتي وكاو. فيها خصوصية معناها الخدمة هذه عندها حاجة تميزها؟ حاجة تميزها في النحاس اللي حاجة ما تتلوحش تقعد قطعة حتى هذه من الأقل القطايع هكاية ريتها هذه قطعة صغيرة تكتب على اسم بشر تهديه له تقعد عام اثنين ثلاثة عشر عشرين ما تتلوح. هذيك الحاجة اللي وحتى حاجة أخرين حتى في المهرسة هذه عنده 40 سنة معي ما يتلوحش يقعد هو بيده ما نعمله واش حيرجع كيما يرجع هكا. هذيك حاجه فيها نحاس عش وتو تلقى حاجتنا انتيكه شنو هي انتيك حاجه قديمه هي تبقى تلقى قديم عنده 50 60 70 80 سنه تشوف محليه تو يزيد يحلى قد ما يقدم قد ما يحلى قد ما يقدم له. بالك اليوم قلت لها حاجه بركه كان نحن كنا قدام ونمشي حبش يقولها للمراه بركه للرجل بالحق والرجل كي يكبر يطيح كتم نتاعو مهما كانت المراه ولا الرجل. لا القطعة القطايع في الفن حاس قد ما تقدر تقديم قد ما تحلى هكا ولا؟ الإقبال فما إقبال؟ بإذن الله تنحت لها الكورونا تنحت لها المشاكل السياسية ومشي الغنوشي تقدر يجي قدرة ربي مع مشيت الغنوشي بإذن الله كل شيء يرجع. علاش ربطها بالسياسة؟ على خاطر هو كي جاي هنا للسوق يسألوا فيه قالوا السياحة سيد الرئيس تعرف قالوا لهم قال لهم سياحة معناتها اللي سون فو معناتها يحب يضربها سياحة وديجا ضربها سياحة نجح في ضرب السياحة ضرب السياحة والفلاحة والصناعة وكل شيء ضرب كل شيء ما خلى حتى شيء تو باش يضرب روحه هو بقدرة قادر.
الفترة الأخيرة تراجعت فيها الصناعات التقليدية، الدولة ما عطاتش الاهتمام الكافي للصناعات التقليدية وللحرف. مو الدولة ليه عادة في مشاكلها ولا لي شانتاج ولا حكيت هذه مسير ما متليش تي القراية الباس القراية تشوف فيهم كيفاش القراية مازال يحبوا يعتصموا ما يعطيوش العديد وناشنو خلي زي الصناعة التقليدية تم توقف تربية الهوباء وترجع كما كان وترجع ما خير ونحن لازمها باش ترجع كما كان لازم يعادوا يرجعوا كما قبل يحطوا الصناعية يعلموا الشباب والكبارات صناعية يعلموا الصغار باش تتمادى الحكاية وتقعد موجودة في ما تموتش الحكاية خاطر الصغير كي ما تعلمش حكاية فيها الكبير يموت ومن بعد أهم حاجة معناها نخصوا معناها كاتب لو يعملوا فيها الحكاية ويعلموا فيها لزابي سي معناتها نتاع النحاس نتاع النقيشة نتاع كل شيء ويحبوك فيها الحكاية حتى 3 شهور في الصيف كي يقراهم الصغير يقعدوا له في مخه حتى كان بطل بالقراءة يقعد يمشي يتعلم صنعة يدخل النحاس هذاك ولا يدخل المطيرة هذاك يتعلمها ويحبها ويدخل منها الفلوس المشكل المهم يبدا عنده مخ ويحب الحاجة تحب الحاجة باش تحبك. أنت حبك للمهنة هذه غرام قبل كل شيء. غرام تبيع ملي حليت عيني أنا في النحاس نشم في الحليب ونقولوا نحن. بالرغم ما تعرف صغير ما تعرفوش شنو يحب. من بعد مشي رجعت الاتجاه نتاعي. هذاك هو غرامي. القبيل من الأجانب أكثر ولا من التوانسة أكثر؟ معناها التوانسة عندهم لا لا الأجنبي تلقاه مرتاح معهوش قيد ويبدا مرتاح ويتفرج فيك وتشوف اش تعمل كيفاش تفنن يموت عليه الحاجة ونزيد نكتب له اسمه بالعربي نزيد عليها بون كيف ونحط له الدات على السيجور وحاجة ما تتلوحش كيفهمها وما يزم تفهمها له زادة والتونسي يعرف التونسي اوتوماتيكمون يجيك وش يعمل كادو ويشيق على حاجة ويعملها كيما شفت الكليون كانت هنا بعدها تعيش في انجلترا وشيخ على السامي اللي عملناهم لهم وعامله بون كيف وشي سا التونسي يعرف الاجنبي ما يعرفش معناها تشده من الاول كي تشوفها اما لازم تفسر له صحي كي تفسر له يفهم ويحبها 200% مش 100% كي تفسر له ويشوفك اش تعمل خاطر هما راه تو عندهم هما حاجه باليد راه باقي عندهم هما حاجه راه ما عندهم هما اندثرت بورتو عندهم في تونس مازالت عام مازال عندهم خدمه اليد ببرشا حاجات في البلغه في كذا في الجلد في كذا اما هما عندهم تندثت ماكينات كي راك حاجه باليد ويكتب اسمه باليد يعمل بون كيف الشيخ عليها حاجه عملها اتريما مش عملها ماكينه حاجه هكا تشدوا بطبيعه تشدوا ويحب خلي عاد ما نحكيلكش على جبطنا انا هادو عند كلهم ماكينات غاديك كي راك كيفاش تخدم له وكيفاش تنقش وكيفاش تعمل وتتفن وتعمل لك القلب منه وتعمل حكايه منه وتحل له تاريخ وتكتب له اسمه بالعربي يزيد هو يعمل عليها جو شي صار الفترة الماضية معناها فما شكون حبي معناها فما لا ما قبل الكورونا نحكي على الوضع ما قبل الكورونا من الثورة معناها فما شكون حبي يساهم في اندثار المهن هذية معناها هما ساهموا في كل شيء في تونس بعد الثورة معناتها كي جات الثورة المضادة من عشنو لعشنو الأسواق العالمية ولات مفتوحة أكثر معناها هي كي تسام كيفاش تسام تعمل معارض تخرج لبرا تولي ما عادش تخدم هنا تخرج لبرا ويهزوا ناس معينين ويخرجوهم لبرا يعمل لك معارض في دبي ومعرض في ناشوين ونعاش في ايطاليا يسي نورمال هنا في تونس ما عادش تلقى حتى حد اللي مشى يعمل معرض يعمل معرض 2 3 صحيح ولي لبس عليه ما عادش تلقاه صحيح انتصر هذاك في عمل دبي خدم دبي عامين صحيح ولا لبس عليه ما عادش تلقاه يمكن بدل حتى الخدمه اما المعارض معناها عندها انه جانب ايجابي تعرف بالمهن هذيا ثم عباد محتكرين هما يمشيو يهزوا عباد معينين ويطلبوا ما يخلصوهمش 100% انا كنت باش نمشي معرض كنت باش نمشي لدبي ما سهلش ربي ما عليناش ميتو باش يخلصك مليون في الشهر في دبي انت راك تخدم تخلص مليون في الشهر تخلص وبعد تاخذوا في تونس كوا سا السرقه هذه سرقه استغلال معناها 100% زاد مفتوحة للناس الكل والا هما كي ترى البيرو نتاعو تمشي له انا مشيت البيرو نحكي معاه تشوف البيرو تدخل فيه ميزه بيرو ويكرون فيه مكه والقران تقول بعد تسمع الحكايات الدوخ هذا ما احتكرين اللي نتاع اللي ما مروهمش وبعد بدل البيرو ما عادش تلقاه الاحتكار وصل حتى للصناعات التقليديه وصلوا كل شيء الاحتكار في تونس كمش العبيد يكملوا يحتكرونا نحن هو قاعد يشوف كيفاش يحتكرك انت يمشي يهزك يصور منك الفلوس وبعد يعطيك فوتاتة وتمشي راهو تقعد انت ديما تفركس ديما تجري على الفوتاتة هذيك ما تخلطش مش كيما هو سعيد خل
ايتاب اخرى. الحمد لله نحن ديما مش ديما عن الفوتات ولا بيس.